كابتن محمود سعد خبيرنا التحكيمي الكبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الله، تبارك الله عليك ومسي على كل متابعينك ومحبينك، وكل عام وأنتم بخير. كابتن، الأول قل لنا ماذا لديك عن مباراة الأهلي والزمالك؟ يعني أنا بقول مش هقول المباراة كانت سهلة فنيا، سهلت سهولة المباراة الفنية سهلت اللقاء على محمود البنا ورفاقه يعني. وبنقول إن هي مبروك للتحكيم المصري، شهادة ميلاد لحكام محترمين أداروا المباراة بحيادية، حتى الحال الوحيدة اللي كانت فيها هنقول كانت فيها لفت على كابتن محمود البنا برضو رجع عودا للبار، البار حقق العدالة تحت باب ركلة الجزاء لصالح نادي الزمالك اللي أضحى محمود علاء، لكن في النهاية يبقى الأهلي تفوق فنيا في الشوط الأول واستحق الفوز بالجدارة. مفيش حالات هنقدر نروح نقول إن فيها مشاكل قوي تحكيميا، المباراة كانت سهلة في مجملها فنيا يعني. طيب، عايز اعرف من حضرتك الكوره اللي فيها اللغط، كوره ضربه الجزاء وتفاصيلها. كوره ركله الجزاء فيها دفع من ظهر مدافع الاهلي، الدفع الدفع واضح بالايد يعني، فطبيعي ان هو كانت تحتسب ركله جزاء، وكان على فكرة تمركز البنا كان كويس فيها، كان ممكن هو يحتسبها من الأول يعني. يعني ضربة جزاء صحيحة يا كابتن ما فيهاش أي مشاكل؟ ركلة الجزاء صحيحة ما فيهاش أي مشاكل. ركلة الجزاء اللي احتسبت أنا بس يعني أنا بتكلم إن كابتن محمود البنا كان تمركزه كويس، وهو لما ما احتسبهاش الفار لما رجعه، حتى هو رجعه عشان يشوف وراله الصوره تاني، فهو رجع بالقرار السليم انه الاحتساب ركله الجزاء صحيحه لصالح نادي الزمالك. طيب، في حاجه تاني لفتت نظرك يا كابتن، الناس بتتكلم عن كره كهربا اللي في الاخر، هل ترقى الى مخالفه؟ لا ما ترقاش لمخالفه، وفي حاجه بس انا عايز الفت نظرك بيها ليها وهي الساده المشاهدين او متابعينا الكرام الجمال يعني في برنامج كرة بلدنا. ماذا لو احرز فافي الكرة المرتدة من ايد علي لطفي؟ هدف مش صحيح. ركلة حرة غير مباشرة. يا بيه انا بقيت معلم خلاص، انا ما رضيتش خلي بالك ما رضيتش احرقها مع احمد السيد، لان قلت حرام الكابتن محمود دي الحدوته اللي هيتكلم فيها، فما رضيتش اتكلم فيها خالص، قلت استناك انت، ولكن انت لما سالتني بحكم انك انت استاذي لا مش هدف. اشرح لنا بقى يا كابتن لو سمحت بالتفصيل، ماذا لو احرز ساسي الكره المرتده من علي لطفي؟ هو تاسي عمل مخالفة في الدخول لمنطقة الجزاء أو المنطقة العشرة ياردة بمخالفة للقانون، فأصبح هنا في مخالفة مهاجم. أيوة، مخالفة المهاجم دلوقتي لما المهاجم ياخد الكرة المرتدة من الحارس وأول ما يلمس لزمن يحتسب عليه ركلة حرة غير مباشرة، خلاص بقت ديت في القانون يعني. لكن لو كانت الاثنين مهاجم ومدافع دخلوا كان لزمن على الحكم ان هو يعمل اعاده ثاني حتى لو الكره اتصدت، لكن هنا فرجاني دخل زاويه دخل منطقه الجزاء قبل ما محمود علاء يسدد، فلما الكره اتصدت له هنا كان المفروض ان الكابتن محمود البنا يعمل عليه ركله حره غير مباشره. طيب ما استناش ان هي الكره هتروح فين يعني. ده السؤال اللي انت خدته من على طرف لساني، هل البنا تجاهل عشان الكره طلعت اوت، ولا من المفترض يطبق القانون بصرف النظر الكرة فين؟ لو هو طبق القانون كان هيبقى معلم. كانت هيبقى معلم، وكانت الناس هتتكلم على ده ودي ياخد اللقطة بيها. وكانت هتتدرس. أنا باخد، وكان كل الدنيا هتتكلم عليه. لأن النهارده هو بيلعب بيحقق القانون فبيحقق العدالة. تحقيق القانون في الكرة المرتدة. برافو عليك. اللي طالما إن هو الراجل عمل مخالفة الدخول في منطقة المحرمة العشرة ياردة قبل ما اللاعب يسدد أو قبل ما يلمس، يبقى كان لزمن على محمود البنا يعمل أول ما يحط رجله في الكرة يصفر ويعمل ركلة حرة غير مباشرة.
زي ما عمل الكره برضو. يعني انا المعلق قال على ان الكره الاخرانيه اللي هو عملها تقريبا على احداد او حاجه كده ان هي تسلل، هو مش تسلل، هو عمل عليه سيموليشن واداله انذار. ايوه صح، برافو عليك. طيب مروان محسن، حد بيسالك هل مروان محسن ضرب الجزاء؟ لا انا ما شفتش، انا ما فيش ركلات جزاء. يعني هي كور، في كور كتير فيها التحامات طبيعيه عن الزمالك وللاهلي، ما ترتقيش لركلات الجزاء. هي ركله الجزاء دي انا يمكن انا كتبت لك واحنا بنتفرج، وانا بتفرج قلت لك في ركله جزاء قبل ما يروح للفار، قلت لي الكره ضربه جزاء قبل ما يروح للفار، قلت لك في ركله جزاء لان هي فيها دفع وزاويه التصوير واضحه. يعني عارف انت لو هي من زاويه ثانيه ممكن ما تبانش، لو ما فيش تصوير كويس للكره دي مش عجبان، ولو طلع شافها من زاويه كاميرا ثانيه. لا ما هو ما خلي بالك، ما ده اللي كان مطمن احمد مجاهد، وجي احمد وجود 15 كاميرا التصوير كويس، وكانوا مامنين، ومخرج فار مستقل بذاته، وكاميرا ورا الجون، وقصه كبيره، وده اللي سهل الموضوع رغم ان البنا كان نجم المباراه. البنا على فكره من الحكام الموهوبين، هو بس بيفرط في نفسه بدنيا شويه، يعني هو مهمل في التمرين، لكن هو من الحكام المتميزين جدا في مصر يعني، وهو محكم موهوب كمان. طيب هل لديك اي شيء يا كابتن على المباراه؟ لا انا عايز احيي الاثنين المساعدين طبعا، توفيق وابو الرجال، كانوا هايلين. الكور اللي جات لهم عملوها كويس جدا. بحيي محمد معروف برضو على ادارته للمنطقه الفنيه في الزمالك والاهلي، رغم ان هي الدنيا كانت هاديه وما كانش فيه اعتراضات كتير. وبنقول الحمد لله ان المباراه عدت بتمام، عقبال المباراه الجايه. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمود. كل الشكر والتقدير ليك يا استاذ ناصر، ودايما متفوق كده ومتالق. شكرا جزيلا.